أولاً، لا يجب أن تكون المضادات الحيوية هي خيارنا الأول، حتى أقوم بمبدأ الوقاية من مقاومة المضاد الحيوي يجب أن يكون هناك بديل. ومن هنا أشكر منظمة الصحة العالمية لاتخاذ هذا الشعار. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أعزائي المتابعين أينما كنتم أينما تواجدتم مع هذا اللقاء الجديد. طالعتنا منظمة الصحة العالمية بشعار جميل وقرار أجمل. ما هو هذا الشعار الجميل؟ أنشر الوعي لنوقف مقاومة المضادات الحيوية. هذا الشعار اتخذته منظمة الصحة العالمية بمناسبة أسبوع المضادات الحيوية. وشيء الأجمل أنها كيف تحقق هذا الشعار، وضعت أساليب وقالت عن طريق التعليم والتثقيف ونشر الوعي في طرق استخدام طبعاً المضادات الحيوية. صراحة هذا الموضوع وهذا الشعار كما نقول أثلج صدري يعني. وأخيرا هناك يعني بصيص من الأمل في القرارات وفي الشعارات التي تصدر من منظمة الصحة العالمية. وبهذه المناسبة نقول كيف لنا فعلا أن ننشر الوعي، وكيف لنا أن نوقف بشكل حقيقي مقاومة المضادات الحيوية. المشكلة الحقيقية في المضادات الحيوية هي فعلا مقاومة المضادات الحيوية، لأنه حين تكون هناك مقاومة لهذا المضاد الحيوي فلن أستفيد منه، لن يعمل، لن يعطي الجدوى العلاجية له، وبالتالي هناك تفاقم في الحالة المرضية، هناك مضاعفات، هناك أشياء كثيرة للأسف ستكون سلبية على المريض. وبالتالي نبدأ بما أشارت إليه منظمة الصحة العالمية، وهو نشر الوعي والتثقيف. بماذا أثقف؟ أولا، لا يجب أن تكون المضادات الحيوية هي خيارنا الأول. هذه النقطة الأولى في التثقيف. إذا كانت خيارنا الأول، معنى ذلك أنا عززت مقاومة المضادات الحيوية. في فصل الشتاء تكثر الفيروسات ويكثر الرشح والإنفلونزا. طيب شو دخل المضادات الحيوية؟ ليش أخذها؟ هل المضادات الحيوية هي مضادات فيروسات؟ لا. وبالتالي هذا واحد من أساليب نشر الوعي والتثقيف حول هذا الموضوع، أن حين أختار وحين ألجأ للمضاد الحيوي يكون هو يعني آخر الخيارات وليس أول الخيارات، ويكون بناء على تحليل كما نقول المزرعة. تكون هناك مزرعة، من خلال هذه المزرعة يبين لنا ما هو المضاد المناسب، ما هو المضاد الذي يعمل التحسس الأكثر تحسسا لهذه البكتيريا الضارة الموجودة. إذن يجب أن نعرف ما هي البكتيريا المسببة للعلة المرضية أولا وطبيعتها، ومن ثم اختيار المضاد الحيوي المناسب. تمام، هذا واحد من أساليب نشر الوعي والتثقيف. طيب طالما خيارنا الأول ليس المضاد، ما هو خيارنا الأول؟ كيف يكون خيارنا الأول؟ أول ما نقع في المشكلة المرضية يجب أن نراجع أنفسنا، ما هو النمط الحياة الذي كنا فيه، و ما هي الأسباب التي أدت لهذا المرض وهذه الوعكة الصحية.
فمن المؤكد أن نجد أن هناك أساليب خاطئة اتبعناها، سواء كانت تغذوية أم غير ذلك، وبالتالي علينا إعادة النظر في هذه الأساليب. رقم ثلاثة، يجب أن يكون خيارنا الأول إعادة المياه لأجسادنا، ترطيب أجسادنا، وخاصة إذا كنا نتكلم على مشكلة في الجهاز التنفسي، فالجهاز التنفسي عنوانه رطب جسدك، تمام؟ مش والله على طول أخذ المضاد الحيوي. رقم أربعة، جرت العادة سابقا أن يقول المعالج والله أنا حعطي مضاد حيوي كنوع من أنواع الوقاية حتى لا تحدث هناك عدوى بكتيرية مثلا على الجهاز التنفسي، أو تنزل على الرئة، أو تنزل على الصدر. كلام جميل أنك تفكر في الوقاية، والوقاية خير من العلاج، ولكن أسلوب المتبع في الوقاية هو الخاطئ. نحن لا نعمل وقاية بالمضاد الحيوي، هناك نختار المضادات الحيوية الطبيعية، تمام، في الدرجة الأولى، تمام، منذ اللحظة الأولى، حتى إيش؟ حتى نغير من تركيبة الجسم واستقبال الخلايا لهذه العقاقير المختلفة، تمام. إذن الوضع هنا مختلف، حتى أقوم بمبدأ الوقاية من مقاومة المضاد الحيوي يجب أن يكون هناك بديل، والبديل هنا المضادات الحيوية الطبيعية. لدينا إكليل الجبل، واحد من أقوى المضادات الحيوية الطبيعية، لدينا الثوم، لدينا البصل، لدينا، وهذا كله ممكن يدخل في إيش؟ في نمط الحياة. كم من السادة المتابعين ومن يسمعني الآن أصيب يوما ما بوعكة صحية، وعمل طبق من الثوم والبصل وقليل من الثوم، أعطناها مرة في الزمانات وصفة وكان فيه عليها ثناء كبير، وقليل من زيت الزيتون، وقليل من ملح الهملايا، تمام، ويخلطها جيدا، يفرمها جيدا ويخلطها جيدا ويتناولها، يصبح هناك تعرق شديد. هذا التعرق يخرج السموم من الجسم ويدفي نفسه جيدا، ثاني يوم صباحا كأن شيئا لم يكن. هذه هي نشر الوعي حتى لا يكون، حتى نوقف كما تقول منظمة الصحة العالمية لوقف المقاومات، لوقف مقاومة المضادات الحيوية. وبالتالي هنا يجب إعادة التوازن من جديد لكنوز الطبيعة الموجودة. كيف لنا أن نحقق هذه المعادلة ما بين الوقاية الحقيقية وأن نجعل المضاد الحيوي رقم اثنين حين تتأزم الأمور، تمام، ويصبح هناك فعلا خطر للمريض، ونعمل تحديد لنوع البكتيريا المصاب بها هذا المريض، ونعمل المزرعة الضرورية، فنجد هنا أن إيش؟ أن القضية مختلفة. نجد أن حين يتناول هذا المريض بعد ذلك المضاد الحيوي يأتي بنتائج جيدة. أما كما نرى اليوم عطالة والنازل المضاد الحيوي كيف بده يعطي بالنتائج المرجوة؟ لا 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 ولن يعطي. واليوم للأسف الشديد أكثر من 80%، لا أريد أن أقول 90%، من المضادات الحيوية هي مقاومة، وللأسف الشديد تعطى دون المزرعة ودون تحديد لنوع البكتيريا المصاب بها المريض. ومن هنا
أشكر منظمة الصحة العالمية لاتخاذ هذا الشعار أنشر الوعي حتى نوقف أو لوقف مقاومة المضادات الحيوية، جاء في الوقت المناسب جدا ونحن نعيش في أزمة حقيقية في استخدام المضادات الحيوية، في عدم جدوى للمضادات الحيوية، الجديد منها قبل القديم. وأذكر قبل أن أنهي أن حين اضطرارنا لاستخدام المضاد الحيوي لا ننسى أن نأخذ أثناءه أو بعد ذلك بعد الانتهاء منه البكتيريا الطبيعية، لأن المضاد الحيوي حتى ولو كان اختياره صحيح فهو يقتل البكتيريا الضارة وأيضا يقتل البكتيريا النافعة، وبالتالي يجب هنا تعزيز البكتيريا النافعة، لا ننسى هذه القضية أبدا. إذن أوائل أو من أهم القضايا التثقيفية هنا العودة إلى الطبيعة بشكل منظم بشكل صحيح، سواء بنمط حياة أو بمكملات غذائية لها قدرة مثل الثوم مثلا على المضاد الحيوي الطبيعي القوي جدا، وكبسولات متوفرة الألسين، أو أن نأخذ رقم 2 القرار بعد ذلك للمضاد الحيوي بعد طبعا التأكد من المزرعة. ودوما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.